بداية مرحلة الحسم، مباراة اليوم مباراة الأهلي الأولى ضمن 7 مباريات حاسمين جدا في مشوار بطولة الدوري الممتاز اللي بيحاول النادي الأهلي على ان هو يحافظ على لقبه فيها. فبالتالي مرحلة غاية في الصعوبة على مدار تقريبا 20 يوم او يعني 22 يوم تقريبا، مباريات صعبة وضغط كبير جدا جدا بخصوص المنافسة على بطولة الدوري. فبالتالي بقى مطلوب ايه؟ مطلوب ان انت تركز وتاخد كل مباراه على حده، وكل 3 نقاط لوحدهم كده تكون مركز فيهم علشان ان شاء الله تحقق هدفك الاساسي في الحفاظ على بطوله الدوري، وهي البطوله الغاليه جدا عند كل جماهير النادي الاهلي. عندنا جهاز فني محترم، لعيبه مميزه جدا وابطال، فان شاء الله كمان بيعود بعض العناصر الدوليه سواء شناوي، اكرم، طاهر لسه ما دخلش القائمه عشان عنده اصابه خفيفه جدا، لكن بالتالي انت عندك كل الامكانيات ان انت تحافظ على البطوله باذن الله في ظل منافسه قويه وشريفه مع نادي الزمالك على هذا اللقب، واللي بيتساوى معاك في عدد النقاط، لكن انت الافضليه بالنسبه لك بخصوص المواجهات المباشره وكمان الاهداف يعني. فان شاء الله باذن الله تفضل الافضليه بالنسبه للنادي الاهلي حتى نهايه اخر مباراه عشان الفريق يفوز ببطوله الدوري باذن الله. افكر حضراتكم بقائمه النادي الاهلي لمباراه اليوم، دي كواليس طبعا من مقر اقامه النادي الاهلي قبل المباراه، لكن القائمه بتتمثل في محمد الشناوي اللي بيعود وعوده مهمه جدا، واكيد علي لطفي عمل مجهود كبير جدا جدا على مدار الفتره اللي فاتت والمباريات السابقه في بطوله الدوري. بالتالي محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير في حراسه المرمى، في خط الدفاع ياسر ابراهيم ورامي ربيعه وايمن اشرف وسعد سمير ومحمد هاني وعلي معلول ومحمود وحيد، وايضا في خط الوسط حمدي فتحي وعمرو السوليه واليو ديانجو واكرم توفيق ومحمد مجدي قفشه وكهربا وحسين شحات وجونيور اجاييه، اما في الهجوم كل من محمد شريف هداف الدوري برصيد 17 هدف ووالتر بواليا ومروان محسن. اما فيما يتعلق بحكام مباراه الليله فبالتالي حكم الساحه هيكون امين عمر، نتمنى له كل التوفيق، مساعد اول يوسف البساطي، مساعد ثاني هادي عبد الفتاح، حكم رابع محمد حسن، حكم فار نادر امر الدوله، ومساعد حكم فار حماده الجلاوي. ده فيما يتعلق بما يخص مباراه اليوم، لكن عايزين نطمن بشكل اكبر. خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي من داخل مقر اقامه الفريق باحدى الفنادق القريبه من ملعب المباراه استاد الاهلي والسلام. يا شريف مساء الخير. مساء الخير زميلي محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان، بلادي بلادي، لك يا حبي امير سور، انا اسف امير، انا اسف زميلي امير، تحياتي ليك طبعا وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي، بلادي بلادي، لك يا حبي وفؤادي، مليون مبروك لابطالنا في الاولمبياد ما بين الذهب والفضه والبرونز، انجاز ما بعده انجاز، مليون مبروك لكل البعثه المصريه ويا رب تكمل على خير، والنهارده يكون يوم فرح زميلي امير ونفوز على فريق كبير هو فريق سيراميكا بإذن الله يا رب. بإذن الله يا شريف. طمنا بقى على البعثة طمنا على الفريق وكواليس المباراة النهاردة وقبل انطلاق هذا اللقاء الهام في مرحلة هي حاسمة جدا جدا بالنسبة لبطولة الدوري، وكيف استعد النادي الأهلي لأولى مباريات هذه المرحلة يا شريف؟ زميل امير خليني اطمنك الاول على فريق النادي الاهلي المقيم في احد الفنادق في التجمع الخامس طبعا القريب من استاد اللقاء استاد الاهلي والسلام اللي هيكون عليه اللقاء في 9 مساء، يا رب باذن الله يكون التوفيق اليوم مع النادي الاهلي. النادي الاهلي بدا يومه في 11 صباحا في وجبه الفطار، ويمكن كان الساعه 3 عصرا كانت وجبه الغداء، الان بتجري المحاضره الفنيه الخاصه مستر بيتسو موسيماني لتعريف لاعبي النادي الاهلي، التشكيل اللي هيخوض بلقاء سيراميكا، طريقه اللعب، الجمل التكتيكيه اللي هيطلبها منهم النهارده، كل ده بيدور الان في المحاضره المغلقه في الفندق. التحرك هيكون في 7 مساء الى الاستاد، بتتكلم في 20 25 دقيقه بالكثير جدا، ويكون الاهلي باذن الله طبعا داخل غرف الملابس. يمكن دي كانت كواليس اليوم داخل فندق الاقامه. النادي الاهلي امبارح ختم تمرينه في 5 مساء، ويمكن مستر بيتسو
موسيماني يجرب اكثر من لاعب في اكثر من مركز. يا رب بس التوفيق النهارده يكون موجود مع لاعبي النادي الاهلي، وبتمنى بصفه شخصيه طبعا التوفيق للحكم الكبير طبعا الكابتن ايمن عمر يكون موفق ويدي الفريقين طبعا يعني ينصف ما بين الفريقين، وباذن الله الفريقين ياخدوا العداله التحكيميه النهارده ويكون النادي الاهلي له الغلبه العليا باذن الله في هذا اللقاء. دي كانت كواليسنا داخل فندق الاقامه. طبعا زي ما قلت زميلي امير بيتزين قائمه الفريق هو الحارس الكبير محمد الشناوي، عندنا ثقه كبيره جدا طبعا في علي لطفي وفي مصطفى شوبير، ولكن يبقى الشناوي رقم واحد في الوطن العربي. فيا رب باذن الله ايا كان مين النهارده هيكون موجود في بدايه اللقاء، اهم حاجه باذن الله الاهلي من حضر اي 11 لاعب النهارده يكونوا موجودين في ارض الملعب يكون التوفيق معاهم ونفوز طبعا على فريق كبير هو فريق سيراميكا. طيب شريف، عايز اعرف طبيعه اصابه طاهر محمد طاهر اللي بيغيب للمباراه الثانيه على التوالي، لان كان في فرص كبيره ان هو يكون موجود في مباراه دجله، لكن الاصابه هي اللي بعدته عن مباراه دجله وبالتالي كمان مش موجود في مباراه اليوم. ايه طبيعه الاصابه تحديدا بالنسبه لطاهر يا شريف؟ هو اشتكى في احد الاصبع في قدمه في المران اللي طبعا كان عقب العوده من الاولمبيات، ولكن فضل الجهاز طبعا الطبي راحته حتى لا تتفاقم الاصابه، وباذن الله من بكره هيكون موجود في التمرين عادي وباذن الله ويكون جاهز للمباراه المقبله باذن الله مباراه الاسماعيلي. زميلي امير 7 مباريات يمكن ضغط مباريات كبير جدا، 7 مباريات توالي مباريات، فباذن الله باذن الله يكون لنا الكلمه العليا في ال7 مباريات ونفوز بيهم ونتوج بالبطوله محببة لكل جماهير النادي الأهلي بطولة الدوري العام. طيب بالتالي يا شريف احنا بنتكلم في 7 ماتشات، 7 ماتشات كلهم مهمين جدا جدا، لكن في نفس الوقت انت في منافسة قوية مع نادي الزمالك بكل تأكيد اللي بيمتلك نفس رصيد نقاطك في بطولة الدوري حتى الآن. كيف يفكر الجهاز الفني ولاعبي النادي الأهلي بخصوص المرحلة دي؟ هل بيبقى فيه اهتمام، وده سؤال مهم جدا عايزك توضحه للجمهور، هل بيبقى فيه اهتمام بنتائج نادي الزمالك او في ترقب لنتائج نادي الزمالك، ولا طالما الافضليه عندك بتبقى مركز مع نفسك في انك تكسب كل ماتش عشان تقدر تفوز بالبطوله مع اخر مباراه باذن الله؟ معانا جهاز فني شاطر قوي، معانا جهاز اداري شاطر جدا طبعا بقياده مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ والتحذير للاعبين، ما حدش ينشغل باي فرقه اخرى، القصه في ايدي، اكسب ال7 مباريات هنتوج باللقب على طول، ملناش دعوه بالمنافس، ملناش دعوه بالثالث والرابع ومين اللي طالع مين اللي نازل، ملناش دعوه، نركز في ال7 مباريات، ناخد كل مباراه على حده، نفوز بيهم، مش محتاج خدمات من احد، انا خدماتي بايدي ذات نفسي، اكسب 7 مباراتي اتوج باللقب. التعليمات واضحه لكل لاعبي النادي الاهلي، التركيز فقط في كل مباراة، التركيز في مباراة اليوم مباراة السيراميكا، وطلب اللاعبين بالحصول على ال3 نقاط، محاولة إحراز هدف مبكر لتسهيل المباراة، شدد عليهم على الأخطاء المباراتين السابقين، يعني الراجل بيتكلم في كل الأخطاء ومركزين جدا ومحدش بيتكلم خالص ولا على أي مباراة موجودة النهاردة أو مباراة في الأيام القادمة، الكل مركز في 7 مباريات فقط بداية من مباراة سيراميكا اليوم. بإذن الله أتمنى لهم كل التوفيق يا شريف. أنا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناة الأهلي، وكان معانا على الهواء مباشرة من مقر إقامة النادي الأهلي قبل ساعات قليلة من انطلاق مباراة اليوم الهامة جدا في تمام الساعة 9 مساء أمام سيراميكا كليوباترا. بشكرك شريف شكرا جزيلا، طمناكم بشكل كبير جدا على كواليس الفرقة قبل مباراة اليوم، لكن لسه عندنا كواليس كمان كتير جدا جدا بتتعلق بالنادي الأهلي قبل مباراة النهاردة، بس بعد الفاصل استنونا.